يا اهلا وسهلا فيكم حبايبنا ومشاهدينا، وحياكم الله بحلقه جديده من برنامج ديرتنا. اليوم جهزنا واعدينا لكم مختلف المواضيع والفقرات المتنوعه اللي تسعدكم وتفيدكم وتعرفكم اكثر على مناطق مملكتنا الحبيبه. خلوني اعطيكم لمحه عن ابرز عناوين حلقتنا لليوم. راح نتكلم عن تدشين متحف اماره منطقه الجوف، وايضا رح نتكلم عن المواطن مفرح الويمني اللي صنع آلة حرث زراعية بقرية مربى في أبها. ونقول لكم حياكم حياكم في ديرتنا. ما بهق قسم تراب بلادنا مهد الرسالة، ولا بهش مخ من شموخ جبالها ورجالها. ديرة التوحيد وارض الخير وسيوف البسالة، ما ظن احد قرى الامجاد وما غنى لها. ديرة التوحيد وارض الخير وسيوف البسالة، ديرة التوحيد وارض الخير وسيوف البسالة. الله يحفظ أرضنا ومملكتنا الحبيبة من كل شر بإذن الله. خلوني أستعرض معاكم أبرز أخبارنا في حلقتنا لليوم. مع خبرنا الأول، وقعت أمانة الشرقية عقدا استثماريا مع إحدى الشركات الوطنية لتطوير مشروع ساند بوكس الواقع على مساحة 20,000 متر مربع على كورنيش الخبر، وهو يعتبر مشروع سياحي ترفيهي تجاري، وتشبه في تصميمها الجزر بالمالديف. كما تضم الأنشطة الترفيهية المتنوعة فيها قوارب سياحية وقوارب تربط الجزيرة بالشاطئ، وراح تضم أيضا ألعابا مثل الجيت سكي ومختلف الألعاب البحرية. وأهم ما يميز هذا الموقع هو قربه من دول مجلس التعاون الخليجي والأقرب إلى مملكة البحرين والإمارات والكويت وقطر، كما أنها مرتبطة بالطرق المؤدية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. إلى خبرنا الثاني، أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التواصلية منا وفينا برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية. وتسهم هذه الحملة في تحقيق إحدى وظائف الهيئة الاستراتيجية التي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي. وتعمل الهيئة من خلال حملتها التواصلية منا وفينا على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط. وإلى خبرنا الثالث والأخير، حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الرياض وخاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وفي التنبيه أن الحالة سوف تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، مشيرا إلى أن البلاغ يشمل الأفلاج والخرج والدرعية والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوضة بني تميم ووادي الدواسر. للحديث أكثر عن أحوال الطقس معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز الحصيني، الباحث والخبير في الطقس والمناخ. حياك الله أستاذ عبد العزيز، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وبالسادة والسيدات مشاهدي القناة الأولى، حياكم الله. حياك الله، نورتنا أستاذ عبد العزيز. في البداية لو تحدثنا عن تأثير هذه الرياح النشطة والأتربة عن أحوال الطقس المملكة في الأيام القادمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى نشطت الرياح السطحية بدءا من أمس الثلاثاء واستمرت اليوم الأربعاء، ومتوقع استمرارها الأيام القادمة نتيجة لوجود منخفض جوي عميق الآن يؤثر على تركيا وعلى بلاد الشام، والتأثير بأمطار وثلوج ورياح نشطة نتيجة لفارق الضغط الجوي ما بين شرق البحر المتوسط والجزيرة العربية
أدى ذلك إلى نشاط الرياح السطحية، وأيضا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضية، ومتوقع استمرار ذلك اليومين القادمة بإذن الله تعالى. وأيضا نتيجة لذلك نشط الرياح السطحية، وبالتالي ظهرت عندنا عواصف ترابية على أجزاء من المناطق الشمالية، منطقة تبوك، منطقة المدينة، منطقة مكة، منطقة حائل، منطقة القصيم، والمحافظات الغربية لمنطقة الرياض، والمحافظات الشمالية لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، وخاصة كلما اتجهنا شمالا بينما ظلت العاصمة الرياض وجنوبها في ملأ عن هذه الرياح، نتيجة لأن المنخفض الجوي لا زال بعيد عن منطقة عن العاصمة الرياض، وبالتالي من الممكن أن يبدأ تأثير عليها خلال اليومين القادمة بمشيئة الله تعالى. يعقب ذلك متوقع إن شاء الله وبدءا من يوم السبت انخفاض واضح في درجات الحرارة، وذلك لتسرب هواء أصل قطبي، بحيث تكون الأجواء باردة في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الشمالية من المملكة، بينما تكون على الوسطى باردة نسبيا. متوقع انخفاض بدءا من يوم الانخفاض يبدا على الشماليه من يوم غد الخميس، بينما الوسطى متوقع ان يبدا الانخفاض عليها من مساء الجمعه ويوم السبت ان شاء الله. اكيد، يعطيك الف عافيه على هذا التواجد وهذا التوضيح الاستاذ عبد العزيز الحسيني الباحث في الطقس والمناخ، شكرا جزيلا لك، ونتمنى انكم يعني تحافظون على سلامتكم وسلامه اطفالكم من هذه العواصف الرمليه والترابيه. خلونا نتوقف مع فاصل قناه ونرجع لكم، خليكم معنا. حياكم الله من جديد، ويسعد مساء كل من انضم معنا الآن لمتابعتنا في فقرة هواياتهم. اليوم راح نتكلم عن مها الخزيم اللي تخصصت في صناعة وتصاميم الخيل والخيالة، لكن بطريقة جديدة ومختلفة. زميلنا سلمان السليس زار مها وأعد لنا هذا التقرير، خلنا نتابع ونكتشف هواية مها الخزيم. موهبة منذ الصغر تتعايش مع صاحبتها حتى الكبر. مها الخزيم مصممة هاوية أزياء نسائية ورجالية، متخصصة في التصاميم المدرن والشعبية وتصميم أزياء الخيل والخيالة. في بداياتي من الصغر، يعني من كنت صغيرة يعني كان عمري تقريبا 5 سنوات، كنت أهتم جداً بالعرايس حقتي بالملابس حقتها، يعني لدرجة أنه كنت أجيب الورق البلاستيك وكنت أطقه بالحصى فيقوم يشبك البلاستيك مع بعض، فأسوي هذا الفستان حق العروسة يعني حقتي. طبعاً لأن الإمكانات كانت قليلة عندي، يعني ما كانت كثيرة. بعد كذا كنت أهتم جداً لما أروح مع أمي لأي مكان خياط أنه أخذ القصاصات الأقمشة. من هنا بدأ الشغف عندي بالأقمشة بشكل يعني فظيع، يعني لدرجة أني أحب أقتني الأقمشة حتى لو ما أصممها أو ما أسوي فيها أي حاجة، لكن أحب أقتني الأقمشة، فهذا كان الشغف من البداية. يا ترى ما هو السبب الذي دفع مها للاتجاه لتصميم أزياء الخيل والخيالة؟ وما هو سر هذا الحب؟ الخيل هذا حب من الوالد الله يحفظه، يعني نما فينا الحب الخيل من وإحنا صغار كثير. يعني أعتقد أن أبوي ولد فارس في نظري في المقام الأول، فالفارس دائما يحب الخيل، ومن كنا صغار الخيل موجود عندنا في البيت نشوفه بالمزرعة، فمن هنا حبيت أنه نعمل شيء يعني داخل في هويتنا السعودية احنا، وفي نفس الوقت يكون له علاقة بالخيل وأزياء الخيل. انا تميزت في شغلة معينة، او السعودية الوحيدة اللي تميزت بتطريز السرمة. هذا التطريز السرمة هو عبارة عن خيوط معدن الذهب، يعني هي ما هي خيوط حرير، كثير يخلطون بينها وبين الخيوط الحرير، لا هذه خيوط معدن تكون شغل باليد. يهمني طبعا بالمقام الاول انها شغل باليد، اصلا هي ما تشتغل بالماكينه، فحبيت انه اوجهها للخيل، يعني فيها قوه الخيط هذا المعدن فيه قوه، والخيل عباره عن قوه وشجاعه،
فحبيت أدمج الشيئين هذولي بالأزياء الخاصة الفروسية أيضا بالإكسسوارات الخاصة للخيل، يعني زي اللحاف الخاص بالخيل، اللباد اللي وضع تحت السرج، هذه الأشياء يعني جدا حلو أنك تبدع فيها بالتطريز اللي أنا قاعدة أستخدمه حاليا. في كل عمل يكون هناك داعمين لصاحب هذا العمل ليكون متميزا به، من هم داعمين مها في مجالها؟ بالمقام الأول أمي الله يحفظها، يعني أمي الله يحفظها كانت هي اللي تخيط لنا ملابسنا البسيطة، يعني زي لبس البيت والبيجامة، كانت تبهرني لما تجلس وتقص وتخيط. الشغف والطموح حينما يكونا موجودين في شخص لديه موهبة يكونا دافعا قويا للاحتراف والتميز. سلمان السليس، الرياض. أكيد نتمنى التوفيق لمها الخزيم، وشكرا أيضا لزميلنا سلمان السليس اللي قدم لنا هذه الموهبة الجميلة والمختلفة. خلونا ننتقل إلى فقرة حياتهم مع المواطن مفرح الويمني من سكان قرية مربة غرب أبها اللي ابتكر آلة حرث استخدمها في مزرعته. خلونا نشوف هذا التقرير اللي أعد لنا زميلنا أحمد العسير. لم يكن المواطن مفرح الويمني بمنأى عن الابتكار والإنجاز، فرغم أنه يسكن قرية نائية تسمى قرية مربة وتقع قرب مدينة أبها، ورغم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تحدى كل الظروف وأثبت للمجتمع أن الحاجة تولد الاختراع. الفكرة هذه جتني من أمرين، فأول أمر فأنا رجال من عشاق الزراعة، الأمر الثاني فأنا محتاج إلى حرافة، فشريت هذا القطعة وهذا القطعة بما فيها الكفرين الخلفي، وصنعت هذا المخرش وصنعت التروس هذه، نقلتها من الخلف إلى الأمام، وهذا برضو ترس، هذا رفع للمخرش، وصنعت المرتبة هذه، وصنعت الدركسون هذا بماكرون، وصنعت العمود هذا للكفرين هذه. طبعا الكفرين هذه شريتها من محل في الدرب. دفعه حبه وشغفه بالزراعة إلى أن يتحدى ظروفه المادية والتي كانت لا تمكنه من إحضار الآلات الزراعية لحرث أرضه، وذلك عبر إنجازه والذي تمثل في توليد بعض القطع والآلات والإطارات والتي عمد إلى منحها القدرة على حرث الأرض. أنا في البداية، بداية حياتي، كنت راعي غنم. بعد ما كنت راعي غنم غيرت المجال لأني أشتغل بنشري، وتعلمت فيه بعض من الميكانيكي. المواطن مفرح الويمني يسعى إلى تطوير هذا الإنجاز بهدف خدمة مزرعته التي يجد متعته في العمل على تطويرها ومنحها فرصة الحياة بكل ما يستطيع. بهذا الفكر المهني والذي يستمد طاقته من عشقه للزراعة، استطاع هذا المواطن أن يمنح مزرعته هذا الإنجاز الخاضع للتطوير. لبرنامج ديرتنا، أحمد عسيري، مركز مربى العليا. شكرا لك زميلنا أحمد العسيري على هذا التقرير، ونتمنى أيضا للمواطن فرح الويمني أنه الله يبارك له في مزرعته ويوسع عليه في رزقه. خلونا نتوقف مع فاصلنا الثاني ونرجع لكم في ديرتنا، خليكم معنا. يا هلا وسهلا فيكم جميعا. دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف متحف أمارة المنطقة اللي يهتم بتاريخ ومعالم وآثار المنطقة وما تتميز فيه من جميع المجالات من الماضي ومرورا بالحاضر وانطلاقا إلى المستقبل، ليعزز علاقة أبناء المنطقة وزوارها بالتاريخ الغني والفريد للمنطقة
وأهلها. بعد هذا الخبر الجميل اللي يخص منطقة الجوف وأهلها، خلونا ننتقل إلى فقرة ملامح. صديق البرنامج علي مروعي صور لنا أبها من وسط الضباب، يعني بمناظر بديعة جدا، والمشاهد أيضا تحكي هي من نفسها. خلونا نتابع ونستمتع مع علي مروعي إيش قدم لنا. كل يوم تقريبا في أبها السحاب يغطي المدينة، وكل يوم أجد متعة متجددة في النظر إلى هذا السحاب. يا سحايب سرات أبها تعدي شمال، واستعيري دموعي سيلي كل وادي، غطي أرض الحبيب بندي والجمال مثل ما هو من الديب المحبة فؤادي. يا سحايب سرات أبها تعدي شمال، واستعيري دموعي سيلي كل وادي، غطي أرض الحبيب بندة والجمال مثل ما هو من الديب المحبة فؤادي. ورعدي يا سحاب فوقها كالتلال، صوري لحنيني عقب طول البعادي، ولعي يا سحاب ولعي يا سحابة بسمة كل جال، مثل مشعل فؤاد فيه قد حزناني، مير أشوف التسلي عن هواها استحال، وقفي يا سحابة حمل الأشواق زادي، دوس قلبي وعيني دوس بعض الخيال، دوس كل اللي تبعتس ما بقالي قال. قال الوداع وقلت ريح لي شوي، اصبر ترى عمر السعادة ثواني. قال الظروف وقلت عن ظرفها عين، تعال وقف ساعتك في زماني. قال احترق في شمسها وانت في في، وما كل ما غطى عيوبك كساني. قلت العفو اصبر على حامي الكي، واكسيك من صبري كساوي حناني. قال الحقيقة شيء وأحلامنا شيء، والشاهد الله ليت هذا متساني. قلت الوعد، قال الوعد يا بعد حي، ليصاح لك قلبي وقلبك دعي. الله، أعتقد أنه ما في جمال يوصف، خصوصا يعني قصيدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اللي أضافت لنا جمال مختلف على هذا المقطع. شكرا لجميع أصدقاء البرنامج اللي يوثقون لنا هذه المناظر الجميلة اللي تعطينا روح حلوة. خلونا نختم حلقتنا لليوم بعدسة مواطن. راح نتكلم عن وادي الغمار، يعتبر وجهة سياحية في محافظة هروب بمنطقة جازان، يمتاز بطبيعته الخلابة وأشجاره الكثيفة وهدوء المكان البعيد عن صخب المدينة. كلنا محتاجين زي هالمكان. خلونا نشوف علي داود ايش قدم لنا.
شكرا لصديق البرنامج علي داود على هذا المقطع، ونتمنى له بإذن الله رحلات سعيدة، بس أهم شيء أنه يوثقها ويقدمها البرنامج ديرتنا. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم بإذن الله بكرة بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا أيضا لزملاء في الكنترول. لا تنسون تشاركونا على هاشتاغ برنامج في تويتر ديرتنا. في أمان الله.